بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم محمد هاشم. وراح ناخذ الجزء الثاني من محاضرة الاكس راي، فيزيائية الأشعة السينية. تمام، عندنا هسه بالتكملة، عندنا أول شيء راح ناخذ فشيء اسمه كونترستنج. كونترستنج شنو هاي؟ خلينا نوضح لنا بهاي الصورة. شوفون هسه هذا، هاي أمعاء، هاي الأمعاء. تمام، ما تشوفون اكو فد منطقة صايرة بها مضيئة زايد؟ اللي هنا هاي المنطقة مضيئة. ليش صار هيك؟ لأن نريد نشوف بشكل أوضح، نريد نخلي الفيلم مال الأشعة السينية يطلع لنا بشكل أوضح. فندخل الجسم المريض، تمام، فد شغلات او مواد تسوي لي هاي المناطق مضيئه. تمام، شنو هاي المواد راح ادخلها؟ راح نجيهن واحده واحده، انه ادخلها مثلا من فتحه الشرج، او ادخلها من البلعوم، او خليه يتنفس او يدخل للرئتين، حتى شنو؟ حتى يطلع مضيء بهذا الشكل، حتى يبين تحت الاشعه. شلون نقول انه هاي الماده تخلي لي الصوره اوضح؟ تمام، هذا هو هذا الكونترستنج. هي تقنيه يسووها هيك حتى نستفيد اكثر، يا تكنيك يعني عباره عن تقنيه نستخدمها حتى نستفاد اكثر من تاثير، يا تاثير الكهروضوئي الفوتو الكتريك افكتس. تمام، فالراديولوجيست اللي هم المختصين بالاشعه، تمام، شو يسوون؟ احيانا شو يسوون؟ انجكت، يعني يسوون حقن يحقنون المريض، تمام، بمواد تكون الزيت مالتها عاليه، بمواد ماتيريال. ولكن ايش بهاي المواد؟ الزيت مالتها، الزيت شنو يعني؟ عدد الذري، العدد الذري يكون مالتها عاليه عالي، تمام، حتى يطلع واضح اكثر في مناطق مختلفه من الجسم. مثل ما قلت لكم، احيانا مثلا نريد نطلع، شوف الرئتين فخليه يتنفس من خشمه، او نريد نشوف المريء فنخليه ياكل شيء من حلقه، هذا الشيء هو اللي راح يخليه مضيء، او نريد نشوف مثلا امعاء الغليظه لازم ندخل شيء من فتحه الشرج، تمام، حتى نوضح، حتى يطلع صورته واضحه. انتو ديفرنت بارت، في مناطق مختلفه اوف ذا بودي من الجسم، تمام. هاي المواد نسميها كونترستنج ميديا، عرفناها. شنو هاي المواد؟ مثل شنو؟ اكزامبل شنو؟ اول شيء عندنا كومبوننت، مركبات تحتوي على الايودين. شنو هو الايودين؟ هو اليود، مركبات تحتوي على اليود. اي مركب يحتوي على اليود شنو نسوي؟ نحقنه، انجكتد، نحقنه وين؟ بالبلود ستريم، يعني شنو؟ في مجرى الدم. ليش؟ حتى نشوف الشرايين، الارتري، تو شو، حتى نرى، لكي نرى الارتري. هاي الدوره الدمويه، نفرض هاي الدوره الدمويه مالتنا، تمام، هنا بهاي بايدك، هنا نجيب بالوريد مثلا او بالدوره الدمويه بصوره عامه، نجيب مركبات تحتوي على الايودين ونحقنها هنا، تمام، راح تنتشر بالجسم كله، بالمجرى الدموي كله، بالبلود ستريم مال الجسم كله، وبالتالي شنو؟ بالتالي راح تطلع واضحه جوا الاكس راي. هاي اول استخدام، استخدمنا مركبات اليود حتى نشوف الارتري. وين خلينا مركبات اليود؟ خليناها بالبلود ستريم في مجرى الدم، حتى نشوف شنو؟ حتى نشوف الارتريز اللي هي الشرايين، تمام؟ اويلي ميست، يعني رذاذ زيتي، تمام؟ يحتوي على الايودين كذلك. نخلي فد رذاذ زيتي، تمام؟ شلون البخاخ؟ هذا البخاخ يحتوي على الايودين كذلك اللي هو اليود. تمام، ايش بيه هذا؟ احيانا ايش يسووا له؟ سبرايد، يعني شنو؟ يعني يرشونه وين؟ يرشونه بالرئتين. طبعا هم يرشونه بالرئتين، من الخشم، من الخشم يوصل للرئتين، تمام، حتى شنو؟ حتى نجعل الاير واي، المسارات الهوائيه، نخليها شنو؟ تكون فيزبل، مرئيه، حتى نقدر نشوف الممرات الهوائيه. ايش سوينا هسه بهاي الحاله الثانيه؟ ردنا نشوف الرئتين، فخلينا المريض يستنشق شنو؟ فد رذاذ زيتي رشيناه بخشمه، تمام، وطبعا هذا الرذاذ الزيتي لازم يحتوي على اليود، واضح؟ ليش هذا؟ حتى نشوف الرئتين، وتكون الرئتين او المجاري التنفسيه تكون فيزبل، تكون مرئيه، واضح؟ ثالث حاله نريد نشوف الجهاز الهضمي، نريد نشوف المريء مثلا، تمام؟ فلازم نجيب يعني مركبات الباريوم، او مركب الباريوم، الباريوم كومباوند، واضح؟ هذا مركب الباريوم ندخله من الحلق، يقول لك اورالي از جيفن، اورالي هو يعطى اورالي، يعني شنو؟ من الحلق، اوكي؟ من الفم. فضفنا دخلنا من الحلق هذا، حتى شنو فايدته؟ حتى نشوف تو سي، حتى نشوف شنو؟ نشوف بارتس، اجزاء من منو؟ من الجهاز الهضمي العلوي، الجاسترو انتستينال تراكت، اللي يسمونه ابر جي اي، ابر يعني علوي، الجزء العلوي من الجهاز الهضمي. هاي الكلمه منين جايبينها؟ طبعا المصطلح الطبي جاسترو، انها معده، وانتستينال يعني امعاء، تمام، هذا الجهاز الهضمي يسمونه جاسترو انتستينال. وش حدد لك الابر، الجزء العلوي من عنده؟ شلون نريد نشوف تحت الاشعه السينيه؟ اذا نريد نشوف الجزء العلوي من الجهاز الهضمي تحت الاشعه السينيه، لازم ندخل شنو؟ من الفم، شنو ندخل؟ باريوم كومباوند، واضح؟ اورالي، نخليه ياكل هذا المركب، مركب باريوم، حتى يطلع واضح، واضح، حتى يطلع مضيء هاي المنطقه مال الجهاز الهضمي، تمام؟ زين، اذا اريد اشوف الدماغ، اذا اريد اسوي اشعه سينيه للدماغ وما يبين، لازم اسوي، لازم ادخل مواد حتى يشوفهن عدل، تمام، حتى اشوف عدل، يعني حتى اشوف الدماغ عدل. فاكو يعني مثل تجاويف صايره بالراس، اوكي، بالدماغ، يسموها بيها فلويد، طبعا هاي فلويد فنتركلز، هاي بالدماغ، تمام، يقول لك نستخدم الهواء، تمام، بدلا من السائل، يستخدم الهواء، يعني هو هي بيها سوائل، احنا راح ندخل هواء، تمام، حتى نشوف، تمام، فيقول لك الهواء از يوزد، الاير راح نستخدمه بدلا منو؟ شنو؟ بدلا من بعض السوائل اللي موجوده بالفنتركلز، هاي التجاويف اللي موجوده وين؟ بالدماغ، واضح؟ دماغ بي فنتركلز، هاي الفنتركلز تحتوي على سائل، احنا ايش راح نسوي؟ راح نخلي بيها هواء حتى تطلع واضحه. هاي يمتى؟ من نريد نسوي؟ من نريد نسوي شنو؟ نريد نسوي، هاي طبعا هاي الكلمه مكتوب لها غلط، تمام؟ هاي الكلمه معناها مكتوبه غلط، شنو هي؟ هي طبعا هاي البي مالت اللفظ، تمام؟ نقراها منها، يعني نيمو انسيفالو
جرام، يعني نسوي تخطيط للدماغ، نريد نشوف الدماغ. واضح؟ نيمو انسيفالو جرام. ايش اشتغل قري؟ هنا املائها مكتوب غلط، هنا ركزوا لي، هنا املائها غلط. فسيقول لك يمت شنو هاي النيمو انسيفالوجرام؟ من نريد نسوي مخطط للدماغ لازم نخلي هواء بدال السائل الموجود بالفنتريكلز مالت البرين مالت الدماغ. شنو اسم هاي العمليه؟ نسميها نيمو انسيفالوجرام. تمام؟ عرفناها هسه هي. النوب الحاله ما قبل الاخيره انه راح نستخدم الحقن الشرجيه مالت الباريوم، يعني راح ندخل الباريوم من فتحه الشرج. تمام؟ ليش؟ ليش ندخل الباريوم حتى نشوف هنا شو نسوي هسه هم؟ حتى يشوفون الامعاء الغليظه. تمام؟ الامعاء الغليظه حتى تبين القولون وجماعته. واضح؟ تو فيو لرؤيه اذر اند النهايه الاخرى مالت الدايجستيف سيستم. شنو هو الدايجستيف سيستم؟ الدايجستيف سيستم هو الجهاز الهضمي نفسه. من ساعه قلنا جاسترو انتستينال تراك هسه سميناه دايجستيف سيستم، بس من ساعه كنا نشوف الابر تراك صح؟ من ساعه كنا نشوف الابر جي اي، هسه راح نشوف اللور جي اي. فانت اذا تريد تشوف الجهاز الجزء العلوي، اذا تشوف الجزء العلوي من الجهاز الهضمي لازم تخلي مركبات الباريوم منين ندخلها؟ من الحلق اورالي صح؟ زين، بس اذا تريد تشوف الجزء السفلي من الجهاز الهضمي كذلك راح تدخل الباريوم ولكن بشكل حقن شرجيه. تمام؟ وليس من الفم. فمبين يعني اذا تريد تشوف الامعاء الدقيقه والغليظه لازم تدخل الباريوم من فتحه الشرج حتى تشوف الاجزاء السفليه من الجهاز الهضمي، واذا تريد تشوف الاجزاء العلويه الابر ترانك او الابر جي اي شلون؟ لازم تدخل نفس الباريوم بس شنو تدخله من الفم من الحلق تخليه يبلع. واضح؟ عرفنا هسه. اكو بعد حاله هاي الاخيره ركزوا لي بيها، احيانا اريد اسوي فحص مزدوج. شلون؟ انه اجيب المنطقه مال الجسم اللي اريد افحصها. تمام؟ منطقه بالجسم اريد افحصها. مثل شنو؟ اي منطقه بالجسم، مثلا هي الامعاء نفسها. فلازم اسوي لها فحص مزدوج، يعني شنو؟ اطلع لها اشعتين واقارن بيناتهم، نفس المنطقه مال الجسم، نفس المنطقه هي الامعاء، اسوي لها مره هيك شكل ومره شكل. شنو الاختلاف؟ انه بالمره الاولى اخلي هواء بالامعاء وافحص، ومره اخلي باريوم بالامعاء وافحص، واقعد اقارن بيناتهم. فهي يسموها دبل كونتراستنج ستدي، انه انا سويت دراسه مزدوجه واستخدمت بيها كونتراستنج، مره خليت الهواء ومره خليت الباريوم، ولكن بشكل منفصل، مره استخدمت الباريوم ومره استخدمت الهواء، وقعدت اقارن بيناتهم. تمام؟ هي هاي فكره النقطه الاخيره اللي هي يقول لك الهواء والباريوم راح نستخدمهن ار يوز سيبريتلي، يعني شنو؟ بشكل منفصل لرؤيه نفس العضو، تشو لرؤيه نفس العضو. نفس احنا قلنا الامعاء ما رحنا على غيرها، الامعاء نفسها سيم اورجن يعني نفس العضو، شنو؟ بس شنو؟ ان دبل كونتراستنج ستدي، ان دبل يعني شنو؟ دراسه مزدوجه دبل، يعني سوينا اشعتين وقعدنا نقارن بيناتهم، تمام؟ ان شاء الله تكون واضحه عليكم. هسه عرفنا ان الكونتراستنج هي تقنيه نستخدمها حتى نشوف بشكل اوضح، ندخل مواد مثل الباريوم، مثل اليود، ساعه اذا نريد نشوف الرئتين لازم ندخل اليود منين؟ نخليه يستنشقه يتنفسه يوصل للرئتين ويوضح لي المجاري التنفسيه، اذا اريد نشوف مثلا الشرايين لازم ندخل المركبات اللي تحتوي على اليود وين؟ بالبلاد ستريم، يعني حقنه بالوريد مثلا ونروح توصل للمجرى المجرى الدموي ونشوف التفاصيل مال الشرايين، ومثلا اذا اريد نشوف مثلا قلنا الجهاز الهضمي الجزء العلوي من عنده لازم ندخل مركبات الباريوم من الحلق. واضح؟ قلنا اورالي، بينما اذا اشوف الجزء السفلي لازم شو اسوي؟ ادخل الباريوم نفسه ولكن من فتحه الشرج، اسوي حقن شرجيه. مثلا اريد اشوف الدماغ، فالدماغ بي فنتريكل قلنا بي مثل التجاويف تحتوي على السائل، هذا السائل لازم اخلي بداله هواء حتى اشوف الدماغ بشكل واضح، بي عمليه مخطط الدماغ اللي نسميها نيمو انسيفالو جرام. واضح؟ البي ما تلفظ. واخر حاله قلنا الدراسه المزدوجه، هاي الدراسه المزدوجه انه ناخذ نفس العضو نسوي له مرتين، مره نستخدم هواء ومره نستخدم باريوم، هاي فكرتها. تمام؟ هنا راح يحكي لي عن معلومات يعني عن الاكس راي، الصوره مالت الاكس راي، بالبدايه يحكي لي عن معلومات عامه يعني عن الدايجنوسيس، التشخيص الطبي، التشخيص الطبي الميديكال دايجنوسيس هو ضروري اسينشولي ذا اكستراكشن الاستخلاص المعلومات التشريحيه والفسيولوجيه الاناتوميكال اند فسيولوجيكال انفورميشن، منين؟ من السبجكت اللي هو المريض البيشنتس. تمام؟ نطلع المعلومات من المريض، نتوصل للانفورميشن، هاي المعلومات لازم نسويها شنو؟ انتربريتيشن، يعني شنو نترجمها؟ هاي نترجم هاي المعلومات، نسوي ترجمه لهاي المعلومات حتى نختار الكوركتيف تريتمنت، حتى نختار العلاج الصحيح. تمام؟ اللي راح نوصفه بريسكرايب، راح نوصفه لهذا المريض. تمام؟ يقول لك انه لازم نشخص العفو، لازم نسوي تشخيص طبي للمريض، بعدين نترجم هاي المعلومات اللي حصلناهن الى نترجم هاي المعلومات اللي حصلناها حتى شنو؟ حتى نختار العلاج الصحيح ونوصفه للمريض. حكي ما له اي معنى، كلنا نعرفه. تمام؟ ما لكم علاقه به. الصور شو اسمه؟ الصور الاشعاعيه الراديوغرافيك ايمج اللي هي صوره من الاشعه السينيه بريزنت تعرض لنا الانفورميشن ان فيجوال فورم. شنو يعني فيجوال فورم؟ راح تعرض لنا المعلومات بشكل شنو؟ مرئي فيجوال.
تمام which is relatively راح تسهل تمام راح تكون ايزي سهله على التريتد اوبزرف الملاحظ المتدرب اللي هو يعني يقصد الطبيب مال الاشعه حتى يفهم راح تسهل راح يعني راح تسهل الفهم على هذا الطبيب مال الاشعه يعني كل حكي ما لنا علاقه به انه هاي الصوره راح تساعد الطبيب حتى راح تنطيه صور هاي الصوره الاشعاعيه راح تعطي للمريض عفوا للطبيب معلومات مرئيه حتى يقدر يشوف بعينه ويلاحظ وعلى اساسها يفهم ويستنتج ويعطي العلاج الصحيح ووصفه للمريض تمام حكي كل هذا الفقره ما لنا علاقه به هنا أنا شوي اكو حكي مهم خلي واضحه بعدين ارجع هاي الفقره مهمه هاي الفقره تمام مهمه هاي نجي عندي هنا انا هسه هذا جهاز مال اشعه جاي تنبعث من عنده اشعه تمام مو صعبه هاي اجي هنا جاي تنبعث الاشعه وهنا انسان تمام هذا الانسان به واي مكونات به عظام بانسجه رخوه مثل العضلات وغيرها او انسجه دهنيه تمام زين من يسقط على العظام مثل ما يسقط على الانسجه الرخوه مثل الدهون طبعا لا العظام راح تمتص هواي فهو اصلا شنو هو راح تجي الاشعه تلقى هنا لازم اكو فيلم اللي هي الصوره مال الاشعه هذه اللي تعطونا اياها من تطلع الاشعه يعطينا فد نايلونه شفاف مو شفاف وانما يعطينا اياها سوداء وبيها اثار مال عظامنا او تراكيب جسمنا اللي فحصناها تمام فهاي السوداء لازم بالاصل هي مو سوداء هي شفافه تمام او قبل لا يستخدمها الطبيب هي شفافه يجي عليها هذا الاشعاع من هنا ويسقط عليها فيسوي لي اياها سوداء بس هو مو كلها سوداء تصير لا المناطق اذا سقطت اذا عبرت على مناطق مال هنا مثلا اكو هنا فد مثلا انسجه رخوه تمام فراح يطلع هنا المكان اسود هنا اسود يطلع تمام لين يحترق عبرت الاشعه قدرت تخترق هاي المنطقه اللي هي منطقه هاي المنطقه اخترقتها منطقه النسيج الرخو وحرقت لي هذا المكان فصار اسود من الاشعه تمام بينما هاي المنطقه اللي بها عظام هاي المنطقه اللي فوق بها عظام هنا ما قدرت تخترقها الاشعه السينيه هاي الاشعه السينيه ما قدرت تخترق العظام بشكل صحيح لان العظام مو سهله العظام سميكه قويه تمام فهنا من يجي تعبر الاشعه ما راح تعبر هواي فهنا يبقى ابيض يبقى شفاف لذلك منطقه العظام راح تكون شفافه بينما منطقه الانسجه مثلا الرئتين راح تكون سوداء تمام اعيدها حتى تفهمون اكثر لان يعني هي المهمه اللي كلش مهمه اصلا لازم انت كطبيب لازم تعرفها تمام لازم تعرف ليش جاي يطلع الفيلم مال الاشعه السينيه ليش جاي يعطوك اياه اسود ليش اسود وبمناطق بيض اللي هنا مناطق العظام انت عندك هنا اشعه سينيه جاي تطلع من هذا الجهاز تمام هاي الاشعه السينيه جاي تطلع تتجه بهذا الاتجاه اكو هنا فيلم شفاف خلي الطبيب بالجهاز خليه شفاف تطلع الاشعه طلعت الاشعه من هذا الاتجاه صح طلعت راح تلاقي قدامها جسم المريض اللي هنا محطوط جسم المريض به هواي مكونات به رئتين اوكي وبيه عمود فقري بالنص هذا نفرض يعني او عظم القصد خلينا نحكي عظم هذا بالنص بينما هنا شنو الرئتين سوفت تيشو رخوه فمن تجي الاشعه راح تخترق الرئتين فتوصل هالمنطقه وتحرق لي اياها تحرق لي هاي منطقه الرئتين تمام بينما المنطقه مالت عظم القص هاي منطقه عظم والعظم ما يعبر منه بسهوله يعني العظم مو هين العظم ما تعبر من عند الاشعه ما تخترقه فهمني فما راح تخترقه فهنا تجي في منطقه العظم هنا تطلع على الفيلم بيضه تمام دائما مناطق العظم تكون بيضه بينما مناطق السوفت تشيو الانسجه الرخوه مثل الرئتين طلعت شنو طلعت سوداء والمناطق اللي ما عليها ما بيها تراكيب مثلا هذه المنطقه هاي المنطقه شنو وضعها هنا ما كنا تراكيب اصلا يعني او اكو بس مثلا جلد او تراكيب رخوه كذلك فهي كلها ناش راح تصير حصير سوداء همه فالمناطق كمختصر للحكي اذا المناطق اللي بها عظام راح تطلع بيضة والمناطق اللي راح تطلع المناطق اللي تحتوي على مثلا انسجه رخوه راح تطلع شنو راح تطلع سوداء تمام ان شاء الله تكون واضحه هاي واذا مثلا مو شرط طبعا مو شرط سوداء كلش سوداء حتى لو مثلا مائله للرمادي تمام دارك او يعني جراي مثل الرصاصي او الرمادي تمام فثبتوا عندكم هاي المعلومات انه دائما العظام يكون مكانهم ابيض وهنا كتوضيح هذا الجهاز مال الاشعه السينيه تمام اجى طلع هذا الاشعه السينيه اجى ايش لقى قدامه؟ لقى جسم المريض، جسم المريض بمكونات مختلفه بهواء بالرئتين اكو هواء اكو عظام اكو سوفت تشيو اكو عظام كذلك فمناطق العظام هنا مناطق هاي مناطق العظام من تجي على الفيلم فيلم هنا على الفيلم مناطق العظام ايش راح تطلع؟ تطلع بيضه مناطق العظام هاي هم تطلع بيضه سوفت تشيو لا مو بيضه الهواء يطلع اسود اصلا تمام ليش؟ لان وصل لان الاشعه السينيه قدرت تخترق الاشعه السينيه هاي اللي اجت منها قدرت تخترق الهواء وراحت على الفيلم وحرقته بينما من اجت على البون من اجت على البون ما قدرت تخترق البون فما راح توصل هنا اساسا حتى تحرقه ما راح تحرق لي الفيلم فلذلك الفيلم راح يطلع بهاي المنطقه ابيض ان شاء الله تكون واضحه عليكم يقول different part مناطق مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجسم absorb راح تمتص الإكس راي تمام بدرجات متباينة varying degrees تمام بدرجات متباينة يعني العظام يمتص بكثرة بينما soft tissue مو بكثرة تمام هذا اللي يقصده dense bone العظام الكثيفة تمتص much of the
راديشن، راح شنو راح العظام الكثيفه راح تمتص يعني كميه كبيره من الراديشن، بينما وايل السوفت تيشو مثل مثل العضلات المصل تمام، الانسجه الرخوه مثل مثل العضلات فات اند اورجن تمام، او يعني شنو العضلات او الفات اللي هو شنو الفات اللي هي الدهون او مثل الكبد الاورجنز، الاعضاء مثل الاورجن او مثلا الدماغ تمام، هذين شبيهن ذن لازم يطلع شنو لونه، مو اسود عفوا مو ابيض وانما اسود دارك تمام. هاي هاي الاجزاء الثلاثه اللي هنا سوفت تيشو راح يسمحن لو راح يسمحن للكثير من الاشعه السينيه الاكس راي حتى تمر، هاي الاشعه السينيه تمر خلالهن ثرو ذيم تمام، ثرو ذيم عرفتوني عرفتوها هسه سهله ان شاء الله، انه العظام الخشنه اوكي او الكثيفه راح تمتص كل الاشعاع النازل عليها، بينما ذني الثلاثه الاورجنز او الفات الدهون والمسل والعضلات تسمح للاكس راي تخترقها، فمن تخترقها راح تعبر وراها وين تنزل على الفيلم فتحلقها فتطلع اسود مو بيضه تمام، راح يطلع اسود مو ابيض. ليش؟ لان الذني الرخوات المسل والفات والاورجنز جاي يسمح للاكس راي انه تخترقهن بسهوله تمام. فبالنتيجه مختصر لهذا الحكي اللي دوخ هذا الحكي، احفظ النتيجه ات ريزلت كنتيجه لهذا الشيء، ان العظام دائما تطلع على الفيلم على الفيلم مال الاكس راي تطلع او تظهر بشكل وايت لون ابيض تمام، بينما السوفت تيشو تكون بشكل شنو جراي رمادي واضح، انت شنو انت والهواء ايش يظهر دائما بلاك اسود، فهسه اذا عندي هواء يطلع اسود، اذا عندي سوفت تيشو يطلع جراي، واذا طلع واذا عظام ايش راح تطلع؟ راح تطلع بيضه تمام، العظام بيض والهواء اسود والسوفت تيشو راح تطلع رماديه، واضح ان شاء الله تكون واضحه عليكم. حتى توضح الفكره بشكل كامل جبت لكم هاي الصوره، شوفوا هسه هاي الايد هذا عظام ايش طلع لونه الابيض، هنا انا شكو هنا أنا اكو جلد واكو عضلات صح، بالاصابع اكو عضلات وجلد، فطلع شنو لونه؟ لا هو اسود ولا هو ابيض مثل الرمادي على رصاصي تمام، هي هاي سوفت تيشو. زين هنا انا شنو اكو؟ هنا انا شنو اكو؟ هنا انا هواء، فايش طلع؟ اسود، فهي هاي الاشعه هاي تطلع، هذا الفيلم مال الاشعه هاي تطلع له، العظام بيض والعضلات والدهون ايش تطلع والجلد ايش يطلع؟ يطلع جراي هنا واضح؟ والهواء دائما يطلع اسود مثل ما تشوفون هنا اسود اسود، ان شاء الله تكون واضحه بعد وسهله عليكم. كمل هسه يقول لك شلون نزيد ال شلون نزيد انكريز هاو تو انكريز الدقه شاربنس اوف ذا اكس راي ايمج، انا عندي صوره مال اكس راي مثل راويتكم اياها بس اريد اطلعها واضحه دق يعني دقيق دق كلش دقيقه اكون كلش دقيقه اريدها. زين شلون شلون اريد اشوف دقه عندها اريد اشوف دقتها عاليه، شنو الخطوات اللي لازم اسويها؟ هنا خمس خطوات راح ينعاد مرتين بالمحاضره ففهموهن هسه حتى بعدين يسهلن علينا تمام. الخطوات انه شنو عندي هنا انا تذكرون اكو فد شيء اسمه فوكل سبوت حكيت لكم عنها بالمحاضره السابقه، فوكل سبوت وينها؟ نشيل هاي الشخابيط بس قلت لكم هنا هسه هاي بآلية انتاج الاكس راي طبعا بعدنا هنا مو داخل الجسم وانما داخل الجهاز مال الاكس راي، اكو فد شيء اسمه فوكل سبوت وين صاير؟ هنا بمنطقة سقوط الالكترونات على الانود، هذا مو الكاثود شو اسمه جاي يطلع من عند الالكترونات تمام، هذا الفليمنت جاي ينزلن على اليمن على الانود، هذا الانود المنطقة اللي جاي تسقط بها الالكترونات وين صايرة؟ وين صايرة؟ ها هي هاي المنطقة هاي المنطقة تمام، هاي المنطقة هاي يسموها الفوكل سبوت، فاذا تريد تسوي دقه عاليه وتريد تشيل الضبابيه مال الصوره لازم عندك الفوكل سبوت صغيره تمام، لازم القطر او نصف القطر مال الفوكل سبوت هاي هاي البقعه تكون صغيره، هاي اول نقطه. نكمل لازم شنو بعد؟ خلينا نوصل بس هاي الخطوه الاولى خلينا نقراها طبعا، يقول لك البول رينج اللي هو الضبابيه والغواش اللي يصير بالصوره ان ايمج ممكن انه نقلله، كان بي ريدوسد ممكن انه نقلله شلون؟ بواسطه استخدام سمول فوكال سبوت، الفوكال سبوت اسويها صغيره سمول فبهاي الحاله قللت البول رينج اللي هي الضبابيه. الحاله الثانيه انه شو اسوي؟ اخلي المريض قريب من الفيلم، خلي واحد يقول لي شنو هو الفيلم؟ اقول لك مو هذا الجهاز ساخل هذا الجهاز مالت الاكس راي الانبوبه اللي يسمونه اكس راي تيوب، الانبوبه مال الاكس راي جاي يطلع منها الاكس راي، هاي الاكس راي جاي تجي صوب الجسم، وين الجسم؟ هذا هو الجسم، هذا كبالكم هذا الجسم. زين شنو ورا الجسم اكو؟ اكو فيلم، هذا الفيلم اللي هي الاشعه الشفافه اللي حكينا عنها قلنا راح تحترق ويصير لونها اسود في مناطق معينه ومناطق تبقى بيضة اللي هي مناطق العظام، هذا هو الفيلم، هذا هو الفيلم. شنو شلون شنو شنو الحكي شلون تريد توصل محمد؟ اقول لك انه لازم اذا نريد نقلل الضبابيه ونخلي الدقه حلوه دقه عاليه لازم نخلي جسم المريض هذا جسم المريض قريب جدا من هذا الفيلم، قريب من اكوهم يلزقونه لزق لزق يخلون المريض جسم المريض يلزق على هذا الفيلم تمام، نقلل المساحه اللي بين المريض شنو والفيلم تمام، نقرب جسم المريض على الفيلم. شوف شو يقول بوزيشننج يعني وضع شنو نوضع نوضع البيشنت المريض تمام، نوضع المريض از كلوز قريب بشكل قريب من منو من الفيلم تمام، از بوسبل قدر الامكان تمام، لازم نخلي المريض قريب من الفيلم.
تمام. شنو الفيلم هاي النايلونه الشفافه اللي بعدين راح من يسلمنا اياها الطبيب راح يسلمنا اياها سوداء وبها مناطق بيضاء اللي هي مناطق العظام اللي استوى عرفت لكم اياها. تمام. ثالث حاله شو نسوي لازم بعد؟ لازم هنا مو هذا 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 هو التيوب مالت الاكس راي جاي يطلع من عند الاكس راي وهذا الفيلم صح؟ هذا الفيلم لازم ازيد المسافه بيناتهم اكبرها. صعبه؟ لا مو صعبه، انه ابعد الجهاز عن الفيلم. المسافه بين الفيلم اوكي شفاف ومنه بعدين راح يحترق يصير لونه اسود، هذا الفيلم لازم ابعده عن الجهاز قدر الامكان حتى تكون الدقه عاليه. يقول انكريز زياده الديستنس المسافه بتوين منو منو بتوين بين منو يعني بين الاكس راي تيوب الانبوبه مال الاكس راي جاي يطلع منها الاكس راي وبين الفيلم اكثر او على قدر الامكان. قد ما تقدر بعدهم بعدهم تمام، كون شو اسمه كون الانبوبه مال الاكس راي جاي يطلع منها الاكس راي بعيده عن الفيلم. رابع خطوه حتى اقلل الضبابيه واسوي دقه عاليه لازم اقلل السكاترد راديشن. هنا من تطلع من جاي يطلع الاشعاع هو ايش اخذ طبعا هذا الاشعاع من جاي يطلع من هنا من التيوب مال الاكس راي جاي يصير بيه يعني شنو جاي يصير بيه شنو تشتت جاي يروح منه ومنه. فمثل ما تشوفون يخلون فد شغلات تمنع التشتت مال الاشعاع، فالسكاترد راديشن لازم نخلي له شغلات تقلله تمام، نخلي ما يصير تشتت بالاشعاع. شنو نذني شنو نذني الشغلات؟ يقول لك لازم نقلل الاشعاع المتشتت اللي جاي يضرب الفيلم تمام، جاي يضرب الفيلم اكو اشعاع متشتت جاي يضرب الفيلم فجاي يخرب الدقه، لازم نقلله. شلون؟ بواسطه استخدام باي يوزنج جريدز يعني شبكات تمام، هاي شبكات تحتوي على سلاسل سيريس من الليد من الرصاص وكذلك البلاستيك ستريبس اللي هي شرائط البلاستيك تمام، نخلي شرائط من البلاستيك ونخلي شنو سلاسل من شنو من الليد اللي هو الرصاص، خليهن ذني قدام قدام الجهاز هنا نخليهن هنا حتى شنو حتى لا يصير حتى نقلل يعني الاشعاع المتشتت. بعد شغله اذا مثلا انا بدي اسوي للمريض فد اشعه الصدر تشيست اكس راي تشيست اكس راي يعني للصدر زين، هل من يعني تتوقعون لازم اخلي المريض يتنفس طبيعي؟ حتقولي لا، يعني ما يصير انا اذا بدي اسوي له اخذ له صوره لصدره للرئتين مالته وهو جاي يتنفس ويحركهن جاي يصغرن ويكبرن فما راح تطلع الصوره واضحه، فلازم اخلي المريض شو يسوي؟ هولدنج بريث يعني يحبس نفس مالته يحبس النفس مالته حتى شنو حتى يقلل الحركه الموشن تقل تمام. فهسه جاي نسوي هولدنج بريث يحبس النفس هذا المريض وين هاف عندما جاي نسوي شنو تشيست اكس راي، اذا نريد نسوي تشيست اكس راي يعني اكس راي للصدر للرئتين وهي السوالف. فشنو تو حتى ليش خلينا يحبس النفس حتى نقلل الموشن ريديوس تو ريديوس موشن حتى نقلل الحركه ويج ان ترون ريديوس بولرنج حتى اللي هي راح تقلل يعني تقليل الحركه راح يقلل لي البولرنج. طبعا هاي الار لازم تتكرر ار عندنا مو ار وحده هاي ار تمام حتى نقلل الضبابيه او التشوش. تفسع عندنا خمس خطوات استخدمناها حتى نقلل الضبابيه. اول خطوه كانت انه نستخدم فوكال سبوت ولكن هاي الفوكال سبوت لازم شنو تكون صغيره تمام. بعد ايش قلنا؟ قلنا انه لازم البيشنت يكون قريب من الفيلم وقلنا لازم الجهاز بعيد من الفيلم بعيد نبعد المسافه ونكبر المسافه بين من بين الفيلم والجهاز واضح. وقلنا انه لازم نقلل الاشعاع الشبي اللي جاي يتشتت اللي جاي يضرب الفيلم. فشلون لازم نستخدم شرائط من البلاستيك وكذلك سلاسل سيريس اوف ليد من الرصاص واضح. ولازم نقلل الحركه مرتين اذا نريد نسوي للصدر اذا نريد نسوي اكس راي للتشست للصدر فلازم نسوي نحبس النفس تمام حتى نقلل البولرينج. عرفناها صارت واضحه ان شاء الله تمام. نجي هسه للفوتوغرافيك فيلم اللي هو هذا الفيلم اللي قبالكم اللي دائما نستلمه من طبيب الاشعه. هذا هو نسوي اشعه هذا الفيلم دائما يكون هاي مناطق بها اسود بها مناطق اسود اللي هي مناطق الهواء تمام، وتكون بمناطق هاي مناطق الهواء وهاي مناطق العظام تكون بيضاء وهاي مناطق العضلات والانسجه الرخوه تكون لا هي سوداء ولا هي بيضاء ما ادري نقدر نقول تمام. فيقول عباره عن شيت اوف بلاستيك يعني عباره عن ورقه من الورقه بلاستيكيه كوتد يعني فوقها طبقه تمام فوقها طبقه من فد ماده مستحلبه تمام ايميلوشن واضح كونتينينج يعني شنو يعني تحتوي على سولتس على املاح ولكن هاي الاملاح كونتينينج تحتوي عفوا هاي كونتينينج يعني تحتوي على املاح سولتس. هاي الاملاح شبيها حساسه للضوء لايت سنسيتيف. فهسه هاي الورقه من البلاستيك مغطاه بشنو بطبقه هاي الطبقه عباره عن املاح شنو املاح حساسه للضوء لايت سنسيتيف سولت. شنو هاي الاملاح مثل شنو مثل املاح السيلفر واضح املاح الفضه سيلفر سولت هاي سيتش اس سيلفر سولت. هاي الاملاح موجوده فوق هذا الورقه البلاستيكيه اوكي وذ فايربل كريستال سايز باحجام مختلفه من الكريستالات تمام كريستال هاي الدعاب الصغار ذات اللي راح تحدد لي السنسيتيفيتي يعني الحساسيه تمام والكونترست اللي هي عرفنا شو يعني الكونترست من كونترستنج هاي كونترستنج هاي عرفناها فهمناها صح كونترست اوكي حكينا عنها سابقا والريزوليوشن الدقه مالت منو مالت الفيلم
هذن ال هذن ال ال الكريستال احجامها تكون متباينه، راح تحدد لي السنسيتيفيتي والكونتراست والريزوليوشن والدقه مالت منو مالت الفيلم. واضح؟ هذا المستحلب از راح يكون شنو سفيشنتلي اكسبوز، يعني راح يتعرض للاكس راح يتعرض للاكس راي، يتعرض للاكس راي بشكل كافي. تمام؟ فراح يكون شنو بالبدايه؟ يكون بشكل انفيزبل ليتنت. تمام؟ انفيزبل ايمج، يطلع لي صوره غير واضحه او غير مرئيه اصلا. تمام؟ راح تصير عليها عده عمليات كيميائيه، كيميكال بروسيس راح تتطبق. كان ذين نقدر بعدين انه نطبقها ابلايد، نطبقها على هذا الفيلم الغير مرئي. ليش؟ حتى نصنع لنا صوره مرئيه تو كرييت فيزبل ايمج. فبالبدايه يكون انفيزبل اوكي ليتنت، فراح نسوي عمليات كيميائيه، نطبق هاي العمليات الكيميائيه راح نطبقها على هذا الفيلم تو كرييت لانشاء شنو؟ فيزبل ايمج، صوره مرئيه. هذا هاي العمليات نسميها هاي العمليات الكيميائيه يسموها فيلم ديفلوبينج. تمام؟ ما قلنا حكي صراحه كله مو مهم، اوكي يعني مو ذاك المهم. يعني واضح اقصد كل شيء ما بي. يقول لك هنا اكو مشكله مهمه تتعلق بالبروبلم، تتعلق بما بالصوره مال اكس راي، انه راح نسجل الشاوتس اللي هي الظلال تعرفونه يمكن، اللي هو يسمونه بنمبرا او يسمونه بولرينج، مثل الضبابيه او الغواش يصير على الصوره. تمام؟ خلينا نشيل هاي احنا. بس خلينا نشيل هاي. شلون تنشال؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شلون تنشال؟ ديليت. شوفوا لي هاي الصورة. هنا شو يقول؟ انه هذا سمينا له الجهاز، هذا الفوكل سبوت، فوكل سبوت فوق، اللي هي المصدر مال الأشعة السينية، جاي يطلع من عنده الأشعة السينية. هنا السبجكت الجسم مال المريض، تمام؟ وهنا الديتكتور الكاشف اللي هو الفيلم اللي جاي نحكي عنه. تمام؟ هنا هاي المناطق السينية على الأطراف جاي يصير بيها ضبابية، بنمبرا يسمى بنمبرا. تمام؟ اذا نريد نحسب العرض مال هاي الضباب، العرض مالت الويدث، تمام، لازم نطبق قانون معين اللي هو هذا القانون. تمام؟ سنه يقول لك ان ذا كيس، اذا عندنا بالحاله مالت السامبل سيجنيفيكانت ثيكنس، عندنا فد يعني عندنا السمك مالته يكون شنو؟ العينه مالتنا السمك مالته يكون سيجنيفيكانت، يعني بارز بشكل كبير. تمام؟ راح نخليه قريب من مجاور، نخلي هاي العينه او الجسم نخليه قريب من الفيلم، تمام، او مجاور الفيلم، adjacent to the film. واضح؟ فاذا نريد نحسب الويدث مالت البنمبرا مال الضبابيه او الغواش، تمام، مالت هاي الصوره اللي نرمز لها بي، هذا شلون كالكوليت؟ كان بي كالكوليت، شلون نقدر نحسبه؟ كان بي كالكوليت بواسطه شنو؟ ممكن نحسبه بواسطه هالقانون، يا قانون شنو هذا القانون؟ خلينا نفسره وحده وحده. نجي هنا نحذف هاي الفوسه. شوف هاي السورس فوكال سبوتس، اللي هي الفوكال سبوتس شنو يقصد بيها؟ البقعه اللي جاي تنزل بيها الالكترونات وتنبعث من عندها الاكس راي، فمنها جاي تطلع الاكس راي بهذا الاتجاه جاي تجيني. تمام؟ هنا السبجكت، شنو هو السبجكت؟ هو جسم مات المريض. اوكي؟ فالبعد بين مصدر الاكس راي وهنا المريض البيشنت، هاي البعد منها لهنا، البعد منها لهنا يرمزوا له ال. تمام؟ ال كابسل. واضح؟ البعد بين مصدر الاكس راي والمريض، بين بعد مال الاكس راي بين يعني مكان المحطوط به جهاز الاكس راي والمريض وقف، مكان واقف فيه المريض، هذا البعد بيناتهم يسمونه ال. تمام؟ كابتل لتر. زين البعد بين المريض والفيلم، الفيلم القطعه البلاستيكيه ايش قد البعد بيناتهم؟ يسمونه ال سمول، هذا او نقدر نقول اي للسهوله. تمام؟ مو مشكله. بس البعد بين هذا بين المصدر مال الاكس راي، بعد بين المصدر مال الاكس راي، هذا المصدر مال الاكس راي والمريض شنو هو؟ ال كابتل. والبعد بين المريض والفيلم الديتكتور ايش قد؟ ال سمول. بس انا اقول لك ال كابتل المفروض تعرف شنو هي، والال سمول تعرف شنو هي. هسه القانون ايش يقول؟ القانون يقول بينمبرا اللي هي العرض مالت الضبابيه اللي هو هذا، هو هاي البينمبرا، هذا العرض مالتها، هذا العرض مالتها، العرض مال البينمبرا اذا نريد نحسب لازم نضرب الناتج هذا القانون مالته يساوي الدي اللي هو نصف القطر، تمام، الدايمتر نصف القطر مالت منو؟ مالت الفوكال سبوتس العينه او البقعه اللي جاي تصدر من عندها، اللي جاي تسقط عليها الالكترون تطلع من عندها الاكس راي، اللي هي وين حكينا عنها قبل شويه؟ حكينا عنها بالمحاضره السابقه ترى، اللي هي هاي الفوكال سبوتس، هاي نصف القطر مالتها. تمام؟ هو هذا الدي نحتاجه بالقانون، لازم يعطيني اياه بالسؤال. تمام؟ اللي هو نصف القطر مال الفوكال سبوت، هنا لازم احتاجه بالقانون، بس عرفنا شنو هي الدي؟ الفوكال سبوت، نصف القطر مالتها، الدايمتر مالتها. زين، الال سمول هي البعد بين منو؟ الال سمول بين البيشنت المريض والديتكتور اللي هو الفيلم، بين المريض والفيلم، بس هنا هو يقول لك شنو هي الدي؟ هي الدايمتر، هي القطر مالت منو؟ او نصف القطر مالت منو؟ مالت السورس فوكال سبوت، عرفنا شنو هي الفوكال سبوت. زين، الال سمول، الال سمول ها هي الال سمول، تمام؟ شنو يقول لك هي مسافه بين منو؟ بين الاوبجكت اللي هو المريض وبعد منه والفيلم، تقدر انها تقول بيشنت، تقدر تقول بيشنت، البعد بين الفيلم والبيشنت والمريض او الاوبجكت، شو نسميها؟ اي سمول، اي سمول. زين
ال ال كابيتال، ال كابيتال هي البعد بين منو ومنو؟ بين الفوكل سبوتس مصدر مال اكس راي، وبين منو؟ وبين المريض اللي هي هاي، صح ولا لا؟ هاي ال ال، هاي ال كابيتال، تمام؟ هاي المسافه هي ال ال، بس عرفنا شنو ال ال؟ هي الديستنس، المسافه بين منو ومنو؟ بين الفوكل سبوتس والاوبجكت، والجسم مال المريض، بين المصدر مال الاكس راي وبين المريض، هاي المسافه بيناتهم نسميها ال كابيتال، بس عرفنا قانون فسرناه بالتفصيل، صح ولا لا؟ اي صح. نجي هسه يقول لك تو اوبتين، حتى نحصل على جود اكس راي ايمج، حتى نحصل على صوره مال اكس راي جود جيده، تمام؟ وذاوت بولرينج، بولرينج اللي هو شنو يقصد بيها؟ وذاوت يعني ضبابيه، وبدون اي غواش، تمام؟ بدون ضبابيه، شلون نحصل على صوره جيده الاكس راي بدون ضبابيه؟ هذا الحكي حكيناه سابقا بخمس نقاط كذلك، وين حكيناهن؟ هذن هنا، هذن ثلاثه، هذن اثنين، هاي خمسه، صح؟ هن هذن النقاط اللي قلنا بيهن شلون نزيد الدقه في نفس الحاله، شلون نزيد الدقه او نقلل الضبابيه، شلون؟ قلنا لازم الفوكل سبوت تكون الدايميتر مالتها قليل، صح؟ الفوكل سبوت لازم ناخذها سمول، يعني شنو؟ راح نقلل الدايميتر مالتها، سمول دي، الدي هذا، الدي هذا، هذا اللي هنا، هذا القانون اللي هو القطر مالت او نصف القطر مالت الفوكل سبوت، لازم شنو نسوي؟ صغير. هذا الشيء ايش راح يسوي؟ راح يقلل لي تروديوس، راح يقلل لي شنو؟ البنمبرا اللي هي الضبابيه، واضح؟ هاي اول خطوه. ثاني شيء لازم نخلي البيشنت قريب من الفيلم، وهي نقطه ذكرناها، المسافه بين الفيلم والمريض لازم تكون قليله. زين، هي شنو المسافه بين الفيلم والمريض؟ ايش قلنا احنا؟ المسافه بين الفيلم، هذا الفيلم والمريض، شنو هاي المسافه من هنا؟ ال سمول، صح؟ هاي ال سمول احنا قلنا انه هي المسافه بين منو؟ بين الاوبجكت اللي هو المريض والفيلم، فهسه لازم نقللها، لازم نخلي المريض قريب من الفيلم، المريض قريب من الفيلم، فمعنى لازم شنو نسوي؟ لازم ناخذ لنا السمول اي او ال سمول، سمول هاي المسافه بين البيشنت المريض والفيلم تكون قليله، يعني نقربهم از كلوز، نخليه قريب، نخلي الفيلم قريب من المريض، تمام؟ ثالث شيء نزيد المسافه، نزيد الديستنس بين منو ومنو؟ بين الانبوبه مال التيوب، التيوب عفوا التيوب مالت الاكس راي، الانبوبه جاي يصدر من عند الاكس راي، وبين منو؟ بين الفيلم، يعني شنو؟ يعني نزيد هاي المسافه كلها، نزيد هاي المسافه كلها وينها؟ بين المصدر مالت الاكس راي وبين الفيلم، يعني هذا كله، فبهاي الحاله جاي نسوي احنا؟ جاي نزيد هذا كذلك، الال سمول هذا الال كابيتال عفوا جاي نزيده، تمام؟ من نزيد هاي كلها، فهاي الال موجوده ضمنها، فكذلك راح تزيد، فراح تكون عندنا لارج ال كابيتال، تمام؟ راح ناخذ شنو؟ هاي ال راح تكون لارج، واضح ليش نزيدنا المسافه بين الانبوبه مال الاكس راي، اكس راي تيوب، وبين منو؟ بين الفيلم، تمام؟ لازم بعد نقلل شنو؟ ريديوسنج الكميه مالت الاشعاع المتشتت، سكاترد راديشن اللي جاي يضرب الفيلم، نقلله قدر الامكان ماتش از بوسيبل، شلون؟ بواسطه استخدام جريد، سلاسل، عفوا شبكه تتكون كونسيستنج، تتكون من سلاسل من الرصاص وكذلك شرائط بلاستيكيه، بلاستيك ستريب، تمام؟ وين هنا موطين اياها بالصوره؟ شوفون هاي الانبوبه مال الاكس راي، تمام؟ وهنا هذا الفيلم وهذا المريض. بين قبل الفيلم شو مخلين؟ مخلين مواد تمنع التشتت، انتي سكاترد جريد، يعني شنو؟ يعني عباره عن شبكه، هاي هي الشبكه، هاي هي شبكه تمنع التشتت، بهاي الحاله جاي نقلل الاشعاع المتشتت، سكاترد راديشن. بعد شنو؟ It is necessary انه من الضروري to avoid، حتى نتجنب، انه من الضروري انه نتجنب الموشن، الحركه اثناء شنو؟ اثناء التعرض لمن؟ للاكس راي، ليش؟ نظرا لان الحركه سنس موشن، نظرا لان الحركه تسبب لي الضبابيه، واحنا نريد صوره without، نريد صوره without bullring، without bullring يعني بدون ضبابيه، والحركه تسبب لي ضبابيه، فلازم اتجنب الحركه واحبس النفس مالتي، فهي النقاط نفسها تتكرر، اذا حفظتها بالمسافه تنسى سهلات عليك، تمام؟ ان شاء الله هسه بعد كلش واضحه عليكم. نجي هسه اليونتس اند ميجر ذا اكسبوجر، يعني المقياس والوحدات مالت الاكسبوجر، شنو هو الاكسبوجر؟ التعرض للاكس راي، تعرض الجسم مالتك للاكس راي، شنو هو الاكسبوجر؟ الاكسبوجر شنو هو؟ هو القابليه على شنو؟ التأين بالاكس راي، ومقياس مقياس القابليه للتأين بالاكس راي، ذا ميجر اوف اكس راي ايونايزنج ايبولتي، القابلية على التأين بالاكس راي، هذا شو نسميه؟ نسميه اكسبوجر، الاكسبوجر هذا تعريفه، تمام؟ ذا يونت الوحدة اللي راح نستخدمها فور راديشن اكسبوجر للتعرض للاشعاع نسميها رونكتن، تمام؟ رونكتن اللي هو شنو؟ اللي هو اسم العالم، اسم العالم اللي اكتشف الاكس راي، اللي قلنا انه هو دارس بالمانيا وذكرنا حكي عنه، قلنا مو مهم، ها بس اسمه يعني سموا الوحدة على اسم هذا العالم اللي اكتشف الاكس راي، تمام؟ رونكتن يقول انه معرف لك هاي الوحده، هي هاي الوحده، وحده الرونكتن، شنو هي؟ هي مجر، هي مقياس للكميه، الاماونت مالت الشحنات الكهربائيه الناتجه، الكتريكال تشارج
بروديوست شحنات كهربائيه الناتجه بواسطه شنو نتجت؟ بواسطه تاين الهواء ايونايزن، التاين في الهواء ايونايزيشن ان اير، تمام؟ فالواحد ار الواحد رونغتون يعني يساوي شنو؟ يساوي 2.5 في 10 اس سالب 4 كولوم على الكيلوغرام في الهواء. واضح؟ كولوم طبعا ليش؟ احنا جايين نقول كميه الشحنات، تمام؟ الشحنه الكهربائيه الناتجه الاماونت، كميه من الشحنات الكهربائيه، نعرف الشحنات تقاس بها بالكولوم، تمام؟ هنا نعطيك ملاحظه يقول لك نظرا لان التعرض الاكسبوجر سنس اون اكسبوجر، نظرا لان التعرض لمنطقه كبيره او مساحه كبيره لارج اماونت از مور هازاردوس، يعني شنو؟ يعني اكثر خطوره، تمام؟ مور دانجرس نقدر نقول اكثر خطوره من نفس التعرض ولكن لمنطقه صغيره. اذا منطقه كبيره نريد نعرض منطقه كبيره للاكس راي راح يكون اخطر من المنطقه الصغيره. واضح؟ هنا بحكي قايل لي انه يوسفول كوانتيتي او كوانتيتي يوسفول كوانتيتي الكميه المفيده لوصف الراديشن فور لوصف الاشعاع تو العفو فور ديسكرايبنج راديشن اوف ذا بيشنت او تو ذا بيشنت لوصف الاشعاع للمريض. اذا نريد نوصف كميه الاشعاع للمريض تمام فلازم نستخدم فد مقدار معين نسميه اكسبوجر اريا برودكت اللي نرمز له اي اي بي اول حرف من كل كلمه. اكسبوجر اخذنا من عندها الاي والاريا اخذنا من عندها اي والبرودكت اخذنا من عندها بي فصارت اي اي بي. هاي اي اي بي لها قانون خاص وحده خاصه وحده اسمها اي اي بي كنا الوحده مالتها راب. شنو قانونها؟ نضرب التعرض مقدار التعرض بوحده الرونغتون مضروبه بما بالمساحه اللي عرضناها، اوكي، اللي عرضنا عليها الاكس راي نضربها نسويها طبعا الوحدات مال المساحه بالسنتيمتر مربع. كل واحد راب يساوي 100 ار رونغتون يعني في سنتيمتر تربيع. وهسه راح نضرب مثال ونوضح القانون. يقول لك انه اذا واحد 1 اف 1 سوي شخص معين ريسيف استقبل تعرض لاشعاع معين، ايش قد كان الاكسبوجر مالت الاشعاع؟ ايش قد؟ 0.6 رونغتون، سطاني 0.6 تمام؟ وانطاني المساحة بالسنتيمتر 33، فهسه القانون اقدر اطبقه، ليش؟ لان صارت عندي الاكسبوجر معروف اللي هو 0.6 وعندي الاريا اللي هي 33 اضربها نسوية، تمام؟ تقريبا راح يطلع 20 رونغتون في سنتيمتر، تقريبا، الرقم مو كلش مضبوط، تمام؟ طبعا هالقد، تمام؟ بس احنا شو راح نحولها؟ نحولها لوحدة الراب، وقلنا شلون نحول وحدة الراب؟ ما دام كل واحد راب يساوي 100 ار رونغتون في سنتيمتر مربع، اقسم على 100 لازم، ف20 على 100 يطلع 0.2 راب، فحولت الوحدات من الرونغتون في سنتيمتر مربع إلى راب. تمام؟ هي هاي الفكره مالته، انه ينطيني يجيني بالسؤال يقول لي احسب الاكسبوجر اريا برودكت الاي اي بي، يقول لي احسبها، ولازم ايش يعطيني؟ لازم يعطيني الاكسبوجر وانطاني هنا 0.6 ولازم يعطيني الاريا اعطاني اياها 33، اضربهن واقسمهن على 100، راح يطلع لي الاي اي بي بوحده الراب، واضح؟ طبقنا القانون وعرفنا، هنا منطيني بهذا الجدول تيبيكال اكسبوجرز، انه اذا عندي ادلت يعني اشخاص بالغين اعرضهم اعرضهم اسويهم تعرض نموذجي تيبيكال اكسبوجرز، فايش قد لازم انطيهم الاكسبوجر مالتهم؟ اذا تريد تسوي فحص او ستدي للتشيست للصدر لازم 23، اذا لل شو اسمه؟ للسكول اللي هي الجمجمه لازم الاكسبوجر مالتك ايش قد يكون؟ 270 ملي رونغتون، واذا الابدومن للبطن هالقد، واذا للدنتال يعني الدنتال يعني الاسنان تمام؟ 650 وعلى هذا المنوال، واذا تريد وهم كذلك الاي اي بي بوحدات الراب منطيني اياها لكل منطقه، للتشيست منطيني اياها ايش قد؟ 0.5، للسكول 1.3، للابدومن وهاي التفاصيل تعرفوها. طبعا هذا الصراحه انا بوقتها ما حفظته، ما حسيته يعني مهم، هذا يعني ما يفيدني هسه، شنو احفظه عمياوي هيك؟ لازم اكو دليل يقول ليش طلعنا هذا الرقم هيك وهذا ليش طلعنا من هذا الباب، وانا اتوقع هاي شغلات اطباء الاختصاص مو شغلنا احنا بعدنا مرحله اولى، لذلك ما حفظته بوقتها، بس فهموا شنو سالفته، اهم شيء تحفظون القانون وتعرفون شلون جاي يصير الشغل بيه. وش هنا نكون كملنا المحاضره ومشكورين.